الصندوق الاجتماعي لإعطاء قروض لأصحاب المخابز اللي عايزين يطوروا من نصف آلي لآلي. إذا كان في أي عائق قدامك حضرتك تفضل لمديرية التموين في المحافظة اللي حضرتك فيها تقدم بطلب. لو في مشكلة ابعت للوزارة في القاهرة وتتحل. إنما الاتفاق تم من أسبوعين وجاهزين للتمويل إن شاء الله. طيب يعني حضرتك دي حاجة يعني التفاصيل نتكلم فيها يعني. حاضر. اتفضلوا. سبل الدعم للشباب في الفترة الجاية دي. سبل الدعم الوزارة للشباب في التصنيع. يعني ازاي تدخل شاب جديد في صنعة او في صناعة ازاي تعمل بيه لبر الامان. سبل بقى الوزارة حطها. هو الحقيقة ان الوزارة الدولة كلها مهتمة بالشباب بشكل كبير. بالنسبة للوزارة احنا عندنا ثلاث حاجات او حاجتين اساسيتين بيتعملوا ممكن يكونوا مجال طيب جدا للشباب. نمرة واحد ان احنا بنعمل مناطق تجارية وفيها مناطق لوجستية هينشأ فيها انشطة صغيرة هيكون مجالها للاستثمار في الشباب بتصورات محددة بمجالات محددة لدراسات الجدوى. نفس الشيء في المناطق اللوجستية. شيء ثالث ان ايضا في تفاهم واتفاق مع الصندوق الاجتماعي والوزارة لاعطاء بعض المنافذ للشباب لادارتها بطريقة او باخرى. فدول ثلاث حاجات احنا بنشتغل فيهم باذن الله. يعني طب المناطق اللوجستية ايه منتظر عليها قد ايه فترة؟ احنا يعني اعتقد فترة قريبة جدا هيعلن عنها وهتقسم الى قطاعات صغيرة. هيبقى في مجال للمنتج الصغير او للكبير يبقى موجود الاثنين جنب بعض باذن الله. ان شاء الله. اتفضل يا محمد. الساعه 8 الناس كانت تشتكي بصراحه سوق تعبان الساعه 8 والحصص نقص الحصص الفتره اللي فاتت. واحنا داخلين على الفطر صح؟ طيب رز الناس عايزه تعرف ايه السلع دي وهل هيتم الاستفاده من المعرض ده في ازاي في تحسين تعبئه الساعه 8؟ تمام. ده سؤال كويس قوي يا محمد. الحقيقه اللي انت بتقوله عندك حق فيه والمواطنين عندهم حق ان في شكوى كتيره من السلع التموينيه ومن التموين زي كده. الشكوى اللي موجودة من رغيف العيش وعشان كده زي ما تصدينا لموضوع العيش وبدأنا فيه واقتحمناه وقطعنا فيه شوط كبير ومكملين إن شاء الله. مفاجأة سارة بإذن الله هتكون في أول 7 إن شاء الله يعني كمان 10 أيام من النهاردة. أعتقد أن هذه المفاجأة السارة اللي هتكون بإذن الله سارة نحن هنغير شكل الدعم تماما في الغذاء. يعني يمكن أنا بعلن ده كده بشكل صريح الآن أن نظرا لحضرتك بتقوله ده دلوقتي احنا تحركنا وبقوة وخدنا دعم من كل الجهات ذات الصلة في هذا الملف. نحن هنبدأ من أول 7 منظومة جديدة تماما لدعم الغذاء. المنظومة ملخصها ان بدل ما المواطن كان بيجبر على 3 سلع ياخدهم من بقالة التموين محددين بالمواصفات اللي حضرتك بتقولها هيطرح في بقالة التموين 25,000 بقالة تموين لستة طويلة من السلع موجود فيها اصناف كتيرة وماركات مختلفة. المواطن هو اللي هيختار السلعة اللي تعجبه ويترك الأخرى وبالتالي أي سلعة هتكون مواصفاتها غير مطابقة لمزاج المواطن لذوق المواطن لظروف المواطن للأسرة اللي موجودة مش هياخدها واللي بينتجها مش هيقعد في السوق هيطلع برا السوق. الحكاية دي هتعمل ثورة في عملية الدعم اللي بقالنا 40-50 سنة زي ما عملنا في العيش إن شاء الله هنعمل في الدعم. الكلام ده بقى هيعمل حاجات تانية إضافية إن غير إن هو هيحللنا مشكلة كبيرة جدا في الدعم. يعني حضرتك تخيل إن مواطن هيقدر بكارت الدعم ده اللي موجود حاليا يقدر يروح يجيب اللي عايز يجيب رز هيجيب اللي عايز يجيب صلصة اللي عايز يجيب فراخ حتى وبعض ولحوم في بعض الأماكن بقوليات هيختار هو اللي يناسبه بالمواصفات اللي تناسبه لأن الأسر احتياجاتها مختلفة. مش كل الناس عايزة زيت ومش كل الناس عايزة سكر مش كل الناس عايزة رز ومش كل الناس عايزة الرز اللي بالمواصفات الرديء. غير الميزة دهيت للمواطن في ميزة أهم للتاجر اللي موجود اللي هو البقال التمويني هيقدر يشتغل كتاجر فهيبدأ يبقى عنده سلع كتيرة يشتغل طول اليوم
وبالتالي التاجر ده هو هيضطر يشغل واحد او اتنين كمان معاه، فهيخلق لنا 50-60-70 ألف فرصة عمل جداد حقيقيين يكونوا موجودين. الميزة الثالثة ان التاجر ده هو هتتحط عنده بجانب سلع التموين اللي مش هيختارها المواطن سلع كتيرة بأسعار منخفضة جدا زي الأسعار اللي موجودة في المجمعات الاستهلاكية. بهذه الطريقة هقدر أوصل لكل قرية، لكل عزبة في مصر بسلع بأسعار منخفضة، وبالتالي هنقود الأسعار لتحت، فده هيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين البسطاء في تكلفة المعيشة. حاجة اللي بعد كده ان ده لما هينضم على منظومة العيش ونظام النقاط اللي المواطن بيصرفها وياخد بيها سلع مجانا من بقال التموين، هيحط قدر من الأموال هتدور في السوق من النقاط فقط 500 مليون في الشهر، وده هيشغل قطاع انتاجي وصناعي كبير جدا داخل السوق، هيخلق فرص عمل تانية، هيروج للاقتصاد بشكل كبير. عشان كده مش هيفضل في السوق غير اللي بيعرف يشتغل كويس، غير اللي بيعرف يرضي المستهلك بشكل جيد. وعشان كده انا موجود هنا النهاردة عشان اعرف اسباب التطور كلها، ويبدأ كل واحد يطور نفسه لمصلحة نفسه ولمصلحة المواطن اللي بيخدمه. ده كارت التموين الحالي اللي فيه 68 مليون مصري. انا بقول تطوير المكابس وتوفير الات التخزين. كنت في كومنتات كتيره على الشركات في اسكندريه، تعبئه الزيوت، تعبئه المواد الغذائيه، احنا كنا مع حضرتك وشفنا حضرتك كنت فعلا معترض على ده، فهل هيبقى في بس بروتوكول طبعا بين الوزاره وبعض العارضين، ولا هيبقى العارضين اللي في الـ في المعرض مثلا النهارده المعرض؟ لا احنا نفصل، يعني دول سؤالين مختلفين، ده موضوع وده ده بيسال على الدعم وحضرتك بتسالي على المعرض. بالنسبه للمعرض هنا شركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل مباشر هم مدعوين هنا في المعرض، كل قياداتهم الإدارية والفنية تكون موجودة هنا بتتابع التكنولوجيا الحديثة. يعني مثلا لما نشوف خط إنتاج بيعبي زيوت هنا، بيعبي سمنة، فشركات القطاع الشركة القابضة بينتجوا هذه المنتجات. ممكن نفكر في عبوات مختلفة بأحجام مختلفة تقدر تناسب المواطن، مش لازم أديله علبة سمنة 5 كيلو، ممكن أديله حاجة بتعمل له مثلا طبختين ثلاثة، ده ممكن يكون متاح يساعد الطبقات معينة. ممكن نغلف الزيت بشكل مختلف أيضا، ممكن بنتكلم على العصائر، بنتكلم على المنتجات الزراعية زي ما شفنا هنا مثلا الخطوط بتاعت السورتينج بتاعت الاختيار المقاسات الحصلات بأوزان ومقاييس مختلفة، ازاي ده يقدر يشتغل في شركة زي أها وزي أدفينا، ازاي المكان الخاص بالخضروات المجمدة، جزء خاص بتقطيع اللحوم وما شابه، وده أيضا مطلوب، بأجزاء مرتبطة بالتواريخ الصلاحية والجودة، وده أيضا مطلوب لأن احنا مش هنشتغل غير بمواصفات عالية، أجزاء خاصة بالليبلينج بإعطاء المواصفات اللي موجودة، كل خطوط إنتاج العيش كلها اللي موجودة هنا وخطوط حديثة ومنها إنتاج مصري فقط، العبوات، كل الأمور دي هي المشاكل الرئيسية اللي موجودة في شركات قطاع الأعمال العام. التغليف والتعبئة هو اللي مخليها مش قادرة تتقدم وتنافس، فاحنا لما هنعمل هذه الطفرة هنقدر ننزل أيضا للأسواق بقوة. البطاقة التموينية في المدينة هيخدها بتاع الأرياف، يعني اللي كله زي بعضه، هيبقى كله زي بعضه، ما فيش ريف ومدينة، كله زي بعض. 68 مليون اللي موجودين في البطاقة هم اللي أنا بكلمهم، مش بكلم ناس وبسيب ناس، واللي في الريف على راسنا من فوق. وعايزين زياره الشيخ معالي الشيخ، هاجي لكم كفر الشيخ. سؤال بس عشان معالي الوزير، النهارده المعرض اسمه اخر، وهذا يعني ان في اقتحام للسوق الافريقي المهمش من سنوات طويله، وحضرتك عارف ده، حضرتك عارف مدى اهميه السوق الافريقي لمصر، مش في مجال التجاره والصناعه والسلع زي بس، حضرتك عارف ان الفتره الثانيه وحضرتك اتكلمت فيها قبل كده، فعايز اعرف من حضرتك هل هناك توجه معين للفتره الحاليه لاقتحام افريقيا؟ ده سؤال جميل جدا على فكره. مصر زي ما بقول هي موجوده في موقع لوجستي جيد جدا، لابد من التعامل مع السوق الافريقي باساليب مختلفه. احنا لنا علاقات قويه تجاريه مع افريقيا في اتفاقيات الكوميسا،
أفريقيا مش فقط مقصد لصادراتنا، ولكنها أيضا ممكن تكون مصدر لواردات نستطيع أن نضيف عليها قيمة ونصدرها مرة أخرى بتكلفة متدنية. مصر رجع للدور ده هوت مع أفريقيا، ولكن الدور ده لابد أن هو يكون مرتبط بالخليج العربي بأشقائنا في الخليج وفي الدول العربية، وأيضا مرتبط بعلاقات أخرى في أوروبا وصولا إلى الصين في طريق الحرير القديم. ومصر هتكون هي المحور، حتى جغرافيا هي المحور في هذا الأمر، وفي مخطط كبير بيعد إن شاء الله لكي تكون مصر هي المحور اللوجستي العالمي في هذا المجال. لا ده سؤال مش معرفوش انا يعني. هو تعليقا بس، هو فعلا مع الوزير ان المعرض ده يعتبر هو النافذة على الدول الافريقية على مستوى العالم، يعني ده المعرض الثاني على العالم بعد انتر باك في جيرماني، يعتبر ده البوابة والنافذة لافريقيا كلها.